السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبناء الوطن العربي الجميل في كل مكان في العالم في درس جديد جميل من دروس الفلويد ميكانيكس. كلامنا النهاردة عن الفسكوستي اللي هي التصاق جزيئات المائع اللي بتخلي المائع لو ماشي في تشانل أو مجرى مائي أو كان أويل اللي ماشي ما يمشيش كله بنفس السرعة، السرعة تبقاش يو فوق ويو تحت، تبقى يو فوق عند أقصى ارتفاع اللي مع الجو وتكون مع البوتوم السرعة بصفر، يبقى في التصاق تام بين جزيئات المائع وبين البوتوم. لو في يونيفورم جريديان زي ما احنا شايفين بيبقى الدي يو باي دي واي كونستانت، هنسمي المائع اللي يتصرف بالشكل ده نيوتونيان فلويد او فلويدز. طبعا لو ما يساويش، لو الدي يو على الدي واي، يعني نلاحظ كده ان هنا طبعا ده الدي يو على الدي واي اللي هو ده دي يو وده دي واي، ولكن كل شويه يتبدل. فلو لا يساوي صفر هنسمي الفلويدز اللي بتتصرف بالشكل ده نون نيوتونيان فلويدز، على الشكل ده نيوتونيان والنون نيوتونيان ممكن يكون لتحت كده او بالمنظر ده لفوق، في الحالتين نون نان، طبعا نان نيوتونيان نان نيوتونيان. ده الدي يو باي دي واي، وهنا الشير العلاقة بين الاتنين دول تاو بيساوي الفيسكوستي رمزها ميو في الدي يو باي دي واي. لو شفنا الوحدات هنلاقي ان التاو نيوتن على المتر تربيع، وادي الميو هنا متر بير سكند على متر، هنطير المتر مع المتر، السكند تيجي تحت تطلع فوق هنا، اذا اليونتس للميو بتساوي نيوتن سكند على المتر تربيع. تأثير الحرارة increase أو increasing in temperature، كل ما درجة الحرارة تزيد الميو للليكويدز، يعني لو عندك مثلا زئبق أو أويل عنده لزوجة كبيرة سخنته اللزوجة تقل، العكس في الجازس، الميو جازس ديكريز انكريز. يبقى الحرارة تزيد لزوجة للليكويدز تقل، العكس بالنسبة للجازس. بالنسبة للجازس محتاجين كمان الكينيماتيك، هستخدمه كتير، كينيماتيك فيسكوستي اللي هو الرمز نو او نيو، ده بيساوي الميو على الرو. لو حبينا نشوف وحداته هنا قلنا نيوتن سكند على المتر تربيع، نيوتن عبارة عن ايه؟ كيلو جرام متر على السكند تربيع ضرب سكند على المتر تربيع، ده الميو على الرو اللي هو كيلو جرام، انا فكيت النيوتن علشان اظهر الكيلو جرام على المتر كيوب، كيلو جرام يروح مع كيلو جرام، هنا سكند تحت وهنا في سكند فوق فدي تروح مع واحدة من دي.
في عندنا هنا متر تكعيب ده يطلع فوق، وهنا في متر تروح مع متر، يتبقى متر مع متر تكعيب تطلع فوق تبقى متر تربيع فوق وتحت في سكن. يبقى ده الوحدة للكينمات الفيسكوستي. هنشوف مجموعة مسائل على الفيسكوستي، سواء هتستخدم فيها الكوفيشنت وده هنجيبه من الجداول يتغير مع درجة الحرارة، أو الكينماتيك فيسكوستي برضو نفس الشيء هنشوفه من الجداول وممكن يكون معطى، هنشوف مسائل يعني أشكال مختلفة.